الشرقية. البداية من ولاية المعسكر، يعني أشرف وسيط الجمهورية إبراهيم مراد خلال زيارته إلى الولاية أشرف على تدشين عدة مشاريع استثمارية بالولاية، من بينها تدشين وحدة إنتاج المواد البلاستيكية والتغليف بالمنطقة الصناعية والمشغلة حاليا 40 عاملا، والتي تم تسوية أشغالها المتعلقة بتسليم رخصة الاستغلال الجزئية، إضافة لتدشين وحدة إنتاج الجبس برأس عين عميروش والمركب الصناعي بالمحمدية ووحدة صناعة الأغلفة البلاستيكية، والتي دخلت الإنتاج بعد رفع القيود عنها. غانية غالمي رصدت لنا التالي. برنامج فعال، برنامج عملي، سمح به السيد رئيس الجمهورية بعد خطابه القيم يوم 4 ديسمبر أثناء ترأسه للندوة، سمح للكل أن يعيد فتح هذه الوحدات العاصلة أو بعثها من جديد، وكان للسادة الولاة على مستوى الولايات إذن ترأس اللجان وعلى مستوى المركز كذلك فيه اللجان اللي ترأسها، وسمحوا لهذه الوحدات تدخل في الإنتاج، وكم هي كثيرة، كم هي متعددة على مستوى القطر الوطني ككل، اللي سمحت لغاية اليوم بتوظيف قرابة 30,000 منصب شغل، فيهم الكثير من خريجي الجامعة، ومن ربما أسبوعين ثلاثة نلحق 40. إلى ولاية